خطط بعناية له. حتى إذا كان جدولك اليومي غير منتظم، فمن المحتمل أنك تعرف متى تحتاج إلى تقديم تقرير على مدار الأسبوع. كما أنه من المستبعد أن يتغير جدولك بشكل كبير من يوم لآخر. مثلاً أن تبدأ مناوبتك في الساعة 8 صباحاً يوم الاثنين والساعة 8 مساءً يوم الثلاثاء. لأنه في هذه الحالة الإرهاق العقلي والجسدي سيجعل الحفاظ على روتين ثابت على المدى الطويل أمراً مستحيلاً. لهذا لا يزال بإمكانك الحفاظ على روتين صباحي ثابت. على سبيل المثال، ألقي نظرة على جدول العمل غير المنتظم التالي: الاثنين من الثامنة صباحاً إلى الخامسة مساءً، الثلاثاء من العاشرة صباحاً إلى السابعة مساءً، الأربعاء من الثانية عشرة ظهراً إلى الثامنة مساءً، الخميس من السابعة صباحاً إلى الرابعة مساءً، الجمعة من التاسعة صباحاً إلى السادسة مساءً. لنفترض أنك خططت روتينك الصباحي التالي والذي يتطلب 120 دقيقة، ساعتين: أنظف أسناني وأستخدم الحمام 5 دقائق، أستحم 10 دقائق، أجفف شعري بمجفف الشعر 15 دقيقة، أقوم بتمارين تمدد العضلات 5 دقائق، أذهب للجري 15 دقيقة، أكتب في مدونتي أو مذكراتي الشخصية 20 دقيقة، أرتدي ملابسي 5 دقائق، أتناول وجبة الإفطار 15 دقيقة، أمارس التأمل 5 دقائق، أذهب للمناوبة الصباحية 25 دقيقة. ألقي نظرة أخرى على جدول العمل غير المنتظم أعلى: أبكر موعد يجب عليك أن تتوجه فيه إلى العمل هو السابعة صباحا يوم الخميس، ولإكمال روتينك الصباحي ستحتاج إلى النهوض من السرير في الساعة الخامسة صباحا. اجعل وقت استيقاظك المعتاد الساعة الخامسة صباحا. حاول أن تلتزم بهذا الموعد طوال الأسبوع، رغم أنك لن تذهب إلى العمل حتى ظهر يوم الأربعاء، لكن يجب عليك الاستيقاظ الساعة الخامسة صباحا في ذلك اليوم كذلك. فقيامك بذلك يدرب عقلك على الالتزام بنمط نوم ثابت، وهذا بدوره سيجعل ساعتك البيولوجية الداخلية تسير ذاتيا حسب الخطة. إذا استيقظت في الساعة الخامسة صباحا، فسيكون لديك متسع من الوقت لأداء روتينك الصباحي بغض النظر عن اليوم، وجدولك غير المنتظم لن يكون عقبة. من المؤكد أن العمل لساعات متأخرة قد يشكل تحدياً عندما تتبنى روتيناً صباحياً جديداً، لكنه تحد تسهل معالجته. كل ما يتطلبه الأمر هو القليل من التخطيط والمرونة. في القسم التالي سنكتشف في الجزء الرابع أفضل عادات صباحية يتبعها 10 شخصيات فائقة النجاح. لا شك أنك تعرف معظم أسمائهم. بعد دراسة الطريقة التي يقضي بها هؤلاء الأشخاص صباحهم، سنتعرف بشكل أفضل على كيف يمكن لروتين الصباح الهادف أن يمهد الطريق ليوم عظيم. الجزء الرابع: روتين الصباح لعشر شخصيات على قمة النجاح. لو سألت بعض رواد الأعمال الناجحين أو الرياضيين الطموحين أو المديرين التنفيذيين أو أصحاب الشركات عن روتين حياتهم في الصباح، فسوف تلاحظ أمراً مشتركاً بينهم جميعاً، هو أنهم لا يهدرون أوقاتهم بلا غاية أو منفعة. إنهم يعرفون تماماً ما يريدون تحقيقه أثناء اليوم، ويلتزمون روتيناً صباحياً يساعدهم في إنجاز مهامهم. بعض هؤلاء الطموحين المثابرين يبدأون يومهم مبكرين عن الآخرين، ولا شك أن بعضهم أيضاً يمارس أنشطة قد تجعل أقرانهم تغمرهم الدهشة. إنما لا شك فيه على كل حال هو أن كل واحد أو واحدة من هؤلاء لديه طقوس صباحية مخططة بعناية لتناسب أهدافه. ويجدر بنا أن نعرف كيف يقضي هؤلاء الذين يحسنون الأداء ويتميزون بقدرة عالية في الإنجاز فترة الصباح، ولو فقط كيف نرى كيف تتنوع تلك الطقوس. وقد تتكشف لك عزيزي القارئ أثناء دراستنا لتلك الطقوس أفكار أو ممارسات تحب أن تضيفها إلى الروتين اليومي الذي تلتزم به. لا تخشى أن تجرب شيئا، فالتجربة هي الوسيلة الأكثر كفاءة للتعرف على أفضل ما يناسبك.
فلنبدأ أولاً بالمؤلف والمحاضر التحفيزي توني روبنز. الروتين الأول، تكنيك توني روبنز التحضيري. يشتهر توني روبنز بأسلوبه شديد الحماسة وهو على المسرح، وأولئك الذين حضروا ندواته يشعرون أن حماسته معدية وأن طاقته تفيض على من حوله. إن روبنز يقوم في الحقيقة بما هو أكبر بكثير من إقامة الندوات، فهو يقوم بتدريب عدد من الرياضيين المتميزين وكبار المديرين التنفيذيين وأيضا بعض مستشاري الاستثمار البارزين، وقد تمكن في غمار ذلك كله من تأليف عدة كتب وبيع ملايين النسخ منها. وبعبارة أخرى، فإن القول بأن روبنز هو صاحب إنجازات فائقة لا يكفي كي يفيه حقه من التقدير. يسمي روبنز نظامه الصباحي التجهيز، وهو يلتزم به سواء كان لديه من الوقت ساعة كاملة أو فقط 10 دقائق. يقول روبنز: لو لم يكن لديك 10 دقائق لنفسك فاعلم أنه ليس لديك حياة. هناك 3 مكونات لذلك الروتين: 1 تمارين التنفس، 2 التعبير عن الامتنان، 3 الصلاة أو التأمل. يمارس روبنز واحدا من تمرينات اليوغا ويسمى كابالاهاتي باراناياما، وهو يعمل على صقل القدرة على التحكم في التنفس. يجلس روبنز مستقيم الظهر ويتنفس بعمق من فتحتي الأنف، ثم يخرج الزفير من فمه في دفقات قصيرة، وهو في كل صباح يقوم بأداء 3 مجموعات من هذا التمرين، يتكون كل منها من 30 نفسا. يتلو تمرينات التنفس هذه مباشرة 3 دقائق من استغراق روبنز في الشعور بالامتنان لوجود 3 أشياء محددة في حياته. هذه الدقائق تحدد نظرته لليوم المقبل، وهو يعتقد أنه من الصعب أن يشعر الإنسان بالتوتر أو الغضب أو الحقد بينما يملأ قلبه الشعور بالامتنان. ما إن ينتهي روبنز من مشاعر الامتنان حتى يبدأ في الصلاة، فيسأل الله أن يمنحه القوة اللازمة لقضاء يومه والقيام بمسؤولياته، وهو أيضا يصلي من أجل كل من يعرفهم ابتداء بعائلته وانتهاء بعملائه. يشير روبنز إلى أن هذا الجزء من طقوسه الصباحية لا يرتبط بالضرورة بدين معين، وإنما هي تجربة روحية يرجح أن تختلف ممارستها من شخص لآخر. وبالإضافة إلى ذلك التجهيز، يفضل روبنز ما يسمى العلاج بالتبريد، وهو إجراء يعمل على خفض حرارة الجسم عن طريق التعرض للنيتروجين السائل، وتشير الأبحاث إلى أن ذلك يمكن أن يقلل الالتهاب والآلام ويحسن الأداء البدني في الوقت نفسه. خواطر حول الروتين الصباحي لروبنز. الروتين الصباحي لروبنز ممتاز لسببين: الأول هو أن أي شخص يمكن أن يستخدمه، أما الثاني فهو أنه لا يستغرق وقتا طويلا، فإن لم يكن لديك سوى 10 دقائق فهي كافية لتطبيق هذا الروتين كاملا. بالنسبة لي، لقد وجدت الأجزاء 3 مفيدة، فأنا أمارس تمرينات التنفس لتحسين قدرتي على التركيز وخفض مستوى التوتر. كذلك أرى أن الشعور بالامتنان والاستغراق في الصلاة والدعاء يضعني في حالة عقلية إيجابية. وإني أشجعك عزيزي القارئ على تجربة تلك الأنشطة 3 بنفسك، ويمكنك تكييفها لتناسب متطلباتك. على سبيل المثال، ليس من الضروري أن تمارس تمرين كابالاهاتي باراناياما، ويكفيك ببساطة أن تغلق عينيك وتتنفس شهيقا وزفيرا بعزم قوي. افعل ذلك لمدة 3 دقائق ولاحظ كيف تشعر بعد ذلك. ولتفعل الشيء نفسه مع التعبير عن الامتنان وأداء الصلاة أو التأمل. إذا وجدت أن الأمر يناسبك فالتزم به، وإلا فلا تفعل. تذكر أن المهم هو أن يصمم كل منا نظاما يناسبه. ولكن ماذا عن العلاج بالتبريد؟ لسوء الحظ هذا ليس اختيارا متاحا لمعظم الناس، وبالتأكيد ليس بشكل يومي. قليلون منا فقط تتاح لهم هذه التكنولوجيا، لكن لا يزال هناك ما يمكننا عمله كي نحاكي تلك التجربة. يمكنك مثلا أن تأخذ دشا باردا أو تجلس في حوض من الثلج في الصباح. لا تنسى أن هذين الاختيارين لا يصلحان لذوي الهمم الضعيفة،
فقد يتسببان في صدمة لأجهزة الجسم. شخصيا أنا أكتفي بشرب قليل من الماء البارد. الروتين الثاني، جاري فاينرتشوك وساعاته الثلاث للاستعداد. يمكننا أن نعرف جاري فاينرتشوك بطرق متعددة، فهو رائد أعمال، لكن ذلك الوصف لا يفيه حقه، فهو في واقع الأمر رائد لسلسلة من المشروعات. فقد أطلق مشروعا تجاريا في مجال صناعة النبيذ وقاده إلى النمو، فصارت قيمة الشركات خلال 5 سنوات 60 مليون دولار. ثم أسس برنامجه واين لايبراري وسجل 1000 حلقة قبل أن يغلقه. الخطوة التالية لجاري هي إطلاق وكالة للتسويق الرقمي تحت اسم فاير ميديا، وسرعان ما أصبحت واحدة من أكثر الشركات التي تقبل عليها المؤسسات المسجلة بقائمة فورتشن 500. وجاري ليس مجرد رائد أعمال، بل هو أيضا أحد مؤلفي أكثر الكتب مبيعا تبعا لقائمة جريدة نيويورك تايمز الأمريكية، وهو مستثمر محترف من خلال شركته RSE Ventures، وهو كذلك محاضر بارز. وجاري لديه طفلان صغيران. فاينرتشوك يعمل لمدة 18 ساعة يوميا بانتظام لكي يتمكن من رعاية أسرته ومشروعاته المتعددة واهتماماته الأخرى. وقد قال ذات مرة: كل دقيقة مهمة، لذلك فإن جدولي مخطط بالثانية. وهذا يعني أنه يحتاج إلى أن يحسن استخدام وقته في الصباح إلى أقصى حد. يتبع جيري روتينا محددا يستغرق تقريبا 3 ساعات للانتهاء منه، وهو أولا يستيقظ في 6 صباحا، سواء كان ذلك يوم عمل أو من إجازة آخر الأسبوع أو حتى يوم عيد قومي. يلتقط جيري جهاز التليفون على الفور ويتجه إلى الحمام، حيث يبدأ نشاطه التأسيسي لذلك اليوم. يتصفح جيري عناوين الأخبار وبريده الإلكتروني والتغريدات الجديدة على حسابه على تويتر، وكذلك المقالات الرياضية وأي مادة تتعلق بأعمال مؤسسته الرقمية. ثم يقفز إلى صفحته على إنستغرام ليرى الصور الجديدة التي قام أصدقاؤه بتحميلها على صفحاتهم. ثم يشرع جيري في تدريباته الرياضية ويقضي من 45 دقيقة إلى ساعات كاملة مع مدرب خاص. الهدف من ممارسة الرياضة عنده ذو وجهين، هما تقليل دهون الجسم وزيادة العضلات إلى أقصى حد. يفضل جاري أن يكون رشيق القوام، ويعتقد أن ذلك يساعده على احتمال وقت العمل الذي يمتد إلى 18 ساعة يوميا. وأخيرا يقضي جاري بعض الوقت مع أسرته، وهو يعترف بوضوح بأنه يقضي فقط من 5 إلى 10 دقائق مع طفليه في الصباح في أيام العمل، غير أنه يقضي ساعات معهما أثناء عطلات نهاية الأسبوع والإجازات. تكون الساعة حوالي 9 صباحا عندما يقبل جيري طفليه مودعا، ثم ينطلق إلى أول مقابلات يومه المستحم. خواطر حول الروتين الصباحي لجيري فاينرتشوك. يكرس فاينرتشوك الجزء الأول من روتينه الصباحي لاكتساب المعلومات، وهو في الحقيقة يلتهم قدرا كبيرا من المادة المقروءة وهو في الحمام. أنا شخصيا أجد أن قراءة تحقيقات صحفية ومقالات مرتبطة بأعمالي في الصباح يشتت ذهني ويقلل تركيزي إلى حد كبير. أما وقد قلت هذا، فإنني في الحقيقة لا أدري، لو كنت مسؤولا عن عدد كبير من المشروعات التي تتطلب متابعة واهتماما دائمين مثل ما هو الحال مع فاينرتشوك، فلعلي كنت أتبع الروتين نفسه على أن أحاول أن أتغلب على تشتت الذهني. قد ترى في هذا الروتين ما يثير اهتمامك، وإذا كان الأمر كذلك فإنني أشجعك على تجربته باعتباره جزءا من الروتين الخاص بك. فإذا وجدته مفيدا فتمسك به، وإذا لم يفعل فتوقف عنه. أما الجزء الخاص بالرياضة في روتين فاينرتشوك فلا يلزم أن يمارس بغرض تقليل الدهون أو تنمية العضلات، بل يكفي أن يكون تمرينات بسيطة منشطة للقلب ترفع معدلات ضرباته وتزيد من نشاط الذهن. في الواقع أن أي شكل من أشكال تحريك الجسم يؤدي الغرض. من المهم أيضا ألا تظن أنه عليك أن تقضي ساعة تمارس الرياضة، إن الروتين اليومي الخاص بي يتضمن فقط 5 دقائق من تمارين الإطالة،
وهذا يكفي بالنسبة لي. عليك أن تجرب حتى تصل إلى ما يناسبك. إذا كان لديك أطفال فإن الجزء الثالث من روتين فاينر تشوك الصباحي قد يكون له صدى في نفسك. ولا شك أن قضاء بعض الوقت المثمر مع أطفالك في الصباح ولو فقط لعدة دقائق لا يقوي علاقتكما فحسب، وإنما أيضا يحسن حالتك المزاجية وأدائك، وذلك كله يجعل يومك مجزيا أكثر. الروتين الثالث، تيم فيرس ونظامه الصباحي ذو الأجزاء الخمسة. تيم فيرس هو مؤلف الكتاب المشهور أسبوع العمل 4 ساعات، الذي لاقى كثيرا من الحفاوة واحتل قمة قائمة أحسن مبيعات لنيويورك تايمز. ومنذ انتهى فيرس من كتابه هذا، شرع في بناء إمبراطورية تدور حول هذه العلامة التجارية، فقام بتأليف عدة كتب أخرى وبدأ في إلقاء محاضرات عامة، كما أنشأ مدونة مكتوبة ذائعة الصيت ومدونة أخرى مسموعة. فيرس أيضا مستشار لعدد من أشهر العلامات التجارية مثل أوبر وفيسبوك وتويتر، وهو كذلك ممن يطلق عليهم مستثمر ملاك. وفيرس فوق ذلك كله رائد أعمال وكاتب يوميات ورياضي بارع في مجال الملاكمة الأمريكية. يمكن القول ببساطة أن لدى فيرس في جعبته الكثير. في عام 2016 أصدر فيرس كتابه أدوات الجبابرة، الذي يتناول بالتفصيل الروتين الصباحي لأكثر شخصيات العالم نجاحاً. لقد درس فيرس تلك النماذج المختلفة وجربها، ثم قدم تقييماً لتأثير هذه النشاطات على يومه، وانتهى به الأمر إلى الاستقرار على 5 ممارسات هي: 1- ترتيب فراشه، 2- التأمل، 3- الرياضة، 4- تناول السوائل، 5- كتابة اليوميات. يبدأ فيرس يومه بترتيب فراشه، وهو لا يفعل ذلك كي يحافظ على حجرة نومه منظمة فقط، وإنما بالأكثر لأن ذلك يمنحه إحساساً بأن الأمور تحت السيطرة. يشير فيرس إلى أنه في كل يوم يواجه ظروفاً لا يمكنه أن يؤثر عليها، وهذه الظروف تجعله أحياناً يشعر وكأنه لا يملك إلا قليلاً من القدرة على التحكم في يومه. أما عن ترتيب فراشه فهو يقول: في عالم مليء بالمتغيرات غير المتوقعة وتلك التي لا يمكن التحكم فيها، يمكنك أن تبدأ يومك بإنجاز صغير تعود في نهاية اليوم فتجده في انتظارك. يمارس فيرس بعد ذلك ما يسمى بالتأمل التجاوزي أو المتسامي لمدة 21 دقيقة. يشعر في الدقيقة الأولى بشيء من التململ إلى أن يصل إلى المزاج العقلي المطلوب. أما الدقائق 20 التالية فهو يقضيها في تسميع وتكرار تعويذة محددة تساعده في تصفية ذهنه وإبعاد كل الأفكار التي قد تجذب تفكيره إلى بعيد. يبدأ فيرس بعد ذلك في ممارسة الرياضة، ولكن ليس لساعات كاملة كما يفعل فاينر تشوك، وإنما بدلاً من ذلك يقوم ببساطة بتحريك جسمه لمدة 30 ثانية، وعادة ما يكون ذلك على شكل بعض تمارين الضغط وتمارين المتوازي. تأتي بعد ذلك مرحلة تناول السوائل، ويتناول فيرس قدحاً من شاي باير، وهو شاي أسود متخمر، ويضيف إليه قليلاً من زيت جوز الهند أو حمض الكابريليك. ويقول فيرس إن المخ البشري يطوق إلى أنواع الدهون الموجودة في كليهما. وأخيراً يكتب فيرس في دفتر يومياته، وهو يقضي ما بين 5 دقائق إلى 10 دقائق في مراجعة إنجازاته والتعبير عن امتنانه لكل النعم التي تملأ حياته، فيما يسمى التدخل العلاجي. ليس فيرس ممن ينشدون تحقيق الكمال، وهو يدرك أيضاً أن الحياة في بعض الأحيان قد تخيب آماله، لذا فهو يرضى عن صباحه إذا نجح في ممارسة 3 منها فقط، رغم أنه يهدف إلى ممارسة تلك الأنشطة 5 في كل صباح. خواطر عن الروتين الصباحي لتيم فيرس. أنا أحب روتين تيم فيرس الصباحي لسببين: أولاً، هو نظام بسيط يمكن لأي شخص القيام به. ثانياً، هو نظام مرن يمكنك ممارسة التأمل ل3 دقائق أو ل20 دقيقة، ويمكنك أن تمارس الرياضة لمدة 30 ثانية أو لمدة نصف ساعة. إذا كنت ممن لا يستمتعون بتناول الشاي، يمكنك أن تتناول الماء. إنه بالفعل روتين قابل للتعديل تماماً،
مما يجعلك تشعر بأن الأمور تحت السيطرة. وكثيرا مما يفعله فيرس مماثل للروتين الذي ألتزم به في اليوم الذي أخصصه للكتابة. أنا مثلا أقوم بترتيب الفراش في الصباح، وأفعل ذلك للسبب نفسه الذي يجعل فيرس يفعله. إنها مهمة بسيطة يمكننا أداؤها بنجاح، وذلك يمنحني الإحساس بأنني أسيطر على شيء ما. إنه شيء بسيط بالفعل، لكنه في رأيي له تأثير كبير على أدائي أثناء اليوم. يؤكد فيرس أن نسبة 80% ممن تحدث إليهم عن الروتين الصباحي يمارسون التأمل، وقد وجد هو نفسه تلك الممارسة مفيدة في السيطرة على مشاعره. وكذلك مررت أنا بالتجربة نفسها، لكنني أفضل التأمل الواعي عن التأمل المتسامي، وقد وجدته فعالا في التنفيس عن التوتر وتحسين رد فعلي للظروف غير المواتية. مرة أخرى أوصيك بأن تجرب هذا الأمر، قد تشعر بشيء من الغرابة عند ممارسة